مرحبا بك مجددا. الطريقة الثالثة للconvolution وهي السيركولار convolution. شوف شلون راح نحلها في السيركولار. ايضا نفس الشيء عندك ثلاث عمليات، يراد لك summation ويراد لك ضرب multiple ويراد لك shifting. فراح ناخذ قيم لل h قيم لل x. هذه القيم راح تكون دلالة ال k، وايضا هنا بدلاله الكي ايش راح نسوي بال H. فرضا راح ناخذ الواحد ثلاثة أربعة اثنين، والمفروض بالسيركولار القيم تكون مشابهة. هذا يعني اول شرط ان يكونون متساويين، صفر ثلاثة أربعة كافي لحد هنا. ليش؟ حتى يصيرون أربعة بأربعة، إذا رقم زايد هذه المسألة ما تنحل، فلازم يكونون مشابهين. شوف أكو فد قاعدة راح أعطيك إياها بالسيركولر. القاعدة شو تقول؟ دوران الدائرة الخارجية راح تكون بهذا الاتجاه، أوكي؟ هذا الاتجاه اللي هو عكس عقارب الساعة. هذا التوزيع مال الدائرة الخارجية. توزيع الدائرة الداخلية راح تكون باتجاه عقارب الساعة، والشيفتينج راح يكون عندك بهذا الشكل، اوكي. هذولي الثلاثه تحفظ الحركات مالتهم. هسه راح نطبقهم. شوف بالبدايه اول دائره، اول دائره اللي هي المن راح تكون، راح تطلع لي الواي زيرو، اول واي. شلون راح تكون؟ راح تكون بهالشكل. راح ارسم الدائره الداخليه، هذه الدائره زين، والدائره الخارجيه، هذه الدائرة الخارجية. وتجي تقسم، إذا عندك ثلاث قيم تقسمها بهالشكل هذا، أوكي. وإذا عندك أربع قيم تقسمها بهالشكل. حسنا عندي أربع قيم، راح أبدي أوزع الدائرة الخارجية اللي ذكرنا بأنه عكس عقارب الساعة. الدائرة الخارجية واحد ثلاثة أربعة اثنين راح تكون عكس عقارب الساعة. وين تبدي؟ راح ابتدي منها، اوكي. هاي خليها ببالك، المكان اللي تبتدي به توزع الاكس والاتش عليه، اوكي. فدائما بالدائرة الخارجية راح يكون توزيع الاتش. راح اكتب قيم الاتش، نكتبها بلون مغاير، اللي هنا قلنا واحد وثلاثة واربعة واثنين عكس عقارب الساعة. المكان اللي بديت به تبدي به قيم الاكس، توزعها. اكس دائما تكون بالدائرة الداخلية. يعني ايش قد راح يكون؟ راح نبدي اثنين، اوكي. ممكن تنتبه لي هنا، شوف التوزيع راح يكون على هذا الاساس. هسه ثاني توزيع، وهو الدائرة الداخلية او قيم الاكس. اثنين صفر ثلاثة أربعة بهالشكل. هذولي وزعناهم. هسا تجي عملية الضرب، تضرب الثلاثة والأربعة، أربعة والثلاثة، اثنين والصفر، واثنين والواحد. شو راح يكون عندك؟ راح يكون عندك واي للصفر، نكتبها واي للصفر. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ثلاثة وأربعة اثناعش، اوكي، زائد اثناعش، هنا اثنين في صفر صفر، زائد اثنين في واحد اثنين. هسه صار عندي أربعة وعشرين زائد اثنين، صار عندي ستة وعشرين، اوكي. هذا أول واي طلعنا، واي زيرو. هسه الواي الثانية شلون راح أطلعها؟ الواي الثانية اللي هي راح تكون واي وان، أوكي. شوف انتبه لي هنا شلون راح يصير. لا شوف نكبرها تتكون أوضح، أوكي. أيضا أربع قيم زين. الاتش راح يكونن ثابتات ما يتغيرن، اللي هو الواحد
الثلاثة والأربعة والاثنين، بينما القيم الداخلية راح شلون تفتر؟ راح تفتر بهذا الاتجاه. هسه ايش راح يصير عندنا؟ راح يبدي عندنا الشيفتينج. اوكي، بعد ما كانن قد هنا 2 0 3 4 راح يصير بين شيفتينج بالاتجاه اليسار، يعني راح يبدا من 2 0 3 4. اوكي، وتجي تضرب هذه القيم وهذه وهذه وهذه، 2 × 3 6 0 6 16. قد راح يطلع عندك الواي؟ راح يطلع عندك الواي 1 يساوي لنا 28. زين، بعدش عندك الواي 2، تحط لك دائرة بالنص. اوكي، تجي هسه القيم الخارجية قلنا ثابتة 1 3 4 2، قيم الداخلية راح يصير بيها ايضا شيفتينج. اوكي، اللي هي 2 0 3 4، راح تبدي الثنين. اول شيء وين بديناها؟ هنا، وراها بديناها هنا، هسه راح تبديها هنا اللي هي 2 0 3 4، جاي يصير بيها شيفتينج. تاخذ هذه القيمة وهذه وهذه وهذه، 3 8 8 وهذا 0. يعني ايش قد راح يطلع عندك الواي 2؟ راح يطلع عندك 19. اوكي، والواي 3 هاي تبقى عليك، راح تصير 17. اوكي، اليوم شو اخذنا؟ اخذنا السيركولار كونفوليوشن، اعتقد سهل. فقط انت الدوران مال الدوائر لازم تنتبه عليه، وخلي ببالك هذه القاعدة حتى لا تنسى. اوكي، لحد هنا اشكر متابعتك.